هلا اصحاب الكوت طلعت الشواء، مرحبا. بارك الله لعشاق ديال الشواء، ما شاء الله تبارك الله. يكون هو هذاك، تبارك الله، تبارك الله. شحال يدير هذاك؟ 70 درهم. تبارك الله، الله يحفظك. هذه هي الاجواء ديال تافوغالت. ليدي تافوغالت سياحية اللوز. تبارك الله، اللوز والقرقع بالقشور اللي مقشر. اصحاب البيو، العسل، الزميطة. تبارك الله، كاين اصلاحات هنايا في تافوغالت كما كتشوفوا. هادي تافوغالت كاين اصلاحات. السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم. حنا كنتواجدوا الان في تافوغالت عند المحل ديال السي زكريا. سي زكريا خويا، واش عندنا؟ خويا طلعت فينا كان مجموعه ديال الاعشاب من هنايا المعروفه بالمنطقه. اعشاب، تبارك الله، الزعتر كيبحال الخزامات، ليون، غزير، بابون، الريحان، كان مجموعه من العشوب. تبارك الله، الميزان، القسطموسه. تبارك الله، شفنا زيت الزيتون، شفنا العسل الحراء. تبارك الله، الزميطه. تبارك الله، السمن الحرب شحال يديرها؟ 150 درهم الكيلو. 150 درهم الكيلو، 75 درهم. 75 درهم. تبارك الله، شفنا اللوز، حاجه هاد اللوز شحال؟ هذاك داير 90، هذا من 70. 70 درهم. 70 درهم. الله. كاين عاود من القرقع. القرقع. هذا ديال البلاد هذا. هذا ديال البلاد. ديال بني ملال. تبارك الله. ما شاء الله. بحال من الزيتون طبيعي. الزيتون طبيعي هذا بدون مواد حافظة. هادشي اللي كاين طبيعي، طبيعي بالحاو تقد باش طايب. تبارك الله. هذه الشريحة ديال البلاد هذه غدانية. كاين من أنواع ديال الزبيب، كاين ديال العلفة بلا علفة. هذا عاود ديال سان بيتر. تبارك الله، تبارك الله، منتوجات طبيعية ديال البلاد، ما شاء الله. كاين بحال هكا زيت الزيت ولا باغي يدوق الزيت، ها الخبز. واه خاطرة، تبارك الله، هذه ديال هذا العام؟ ديال هذا العام. تبارك الله، ها هي، واه خاطرة، تبارك الله، الله أكبر، ما شاء الله، تبارك الله. تبارك الله. كاين هذا بالبيت اللي كيمشي للحلوى ولا السلو، هذا ديال المرقة. تبارك الله، 90 درهم. مرقة الأخرى غنمشي للماكلة، هذا 100 درهم، هذا حتى هو 110. واش الفرق زعما ما بين هذا وهذا؟ كنا العز ديال علي كلها باش خالت وصافي. اه على حسب كاليتي، بدوز كاليتي. وهذا؟ هذاك ماركون، هذا كل بروميان. هذا هو البروميان. تبارك الله، هذاك مزيت خلوق، ما شاء الله. القرقع، تبارك الله، انواع ديال العسل. تبارك الله، بحال ديال الزعتر، كاين ديال السدره، كاين ديال الاعشاب، كاين ديال الكاليبتوس، كاين ديال العشوب، كاين ديال الليمون، كاين ديال الطرموس، كاين عاود الارغان ديال الارغان. هنا اللوز لا كتصب واحد الجميه، هنا البركان، هذا واحد السوسي، واحد السوسيه. تبارك الله، ارغان بيو، ارغان بيو خويا، هذا هو. تبارك الله، هذا الخضر واش ديال من؟ هذا ديال الاعشاب، هذه العسل ديال الاعشاب. ديال الاعشاب فيها ربيع بزاف. هكذا ديال الخضر. وهذا ديال العشوب، هذاك اخويا ديال العشوب. العشاب في وقتها، تبارك الله، في الصبراء، في الكاليبتوس، في الحرمل، كل حدا ديال الكاليبتوس، كاين ديال الليمون. هذا ديال الليمون، ديال الليمون، هذا ديال هذا العام، ديال هذا العام جديد. ومنا الاخر بلا تفكير، كاين بحال الحبوب. تبارك الله، التيشه، الزميطه ديال هذا العام، هذه التيشه ديالها، هذه التيشه رقيقه ديال الحجوه، هذه كعاود منها الهديه، هذاك القمح ديال المخاله ديالو، هذاك المخاله الرقيقه ديالو، هذه الغليظة عاود منها. كاين الزرع، كاين هذا الزرع بالليل، دقيق دير بها الخبز، ولا هذه البيبولة ديالو رقيقة على حسب التكراسي، ولا هذه كاين هذه على حسب الطبيخ. هذا خرطة بلدي، هذا الشوفان. الشوفان، تبارك الله. كاين عاود منها هذا الكارم البلدي، هذا كان في حمص ديال البلاد، حمار
السميده ديال الدره. السميده ديال الدره الطحين ديال الدره على حساب الحرشه ولا كاين هاد الطعام كاين اللي كيقولوا محمص ديال كاين هذه ديال الاعشاب هذا ديال القمح دركوكش تبارك الله دركوكش هذا ديال البلدي هذا هاد الزيت هادي هادي الزيت بلدي ديال هاد لا ديال الزيت والكحل ديال الزيت والكحل ديال الزيت والخضر هكذاك باش الناس تعرف هادي ديال الزيت والكحل ديال الزيت والكحل وهذا الزيت والخضر تبارك الله بلا ما نساو مجموعه ديال القطار بلا ما نساو الفول واللوبيا تبارك الله والحمص هذا واش تا هذيك حنا مطحونه الحنه كاين هذيك باش كتصلح للراس وهذيك كتصلح للحم الجسم هذه واش زعما الفرق ما فهمتش هي هذه ديال الراس كيكون فيها واحد كيقولوا بحال شو ديال الكول على حسب الراس بصح هذه ديال اللحم هذه ديال اللحم طبيعيه تبارك الله تبارك الله كذلك الورقه هذه الورقه تبارك الله تبارك الله الزيت ما شاء الله اصبر تبارك الله الانواع ديال العسل تبارك الله العسل ديال المنطقه هادو كامله هذا الشيء كلشي ديال المنطقه هذا تفوق تبارك الله كاملين ديال هذا العام يا ربي تحمي علينا امين روح هي حلوه الدنيا هادي عاود خرب مطحون بق مطحون تبارك الله خرب الاعشاب تبارك الله خرجنا في الاول الاعشاب طبيعيه كان عاد من هنا في هذه الجهه كاين مجموعه ديال الزيوت الطبيعيه الزيوت الطبيعيه الزيوت راه المصري في المنطقه ديالنا ماشي ديال الفابريكا كما نقولوا الشركه ولا كلشي ديال المنطقه ديال الجمعيه تبارك الله الاسلام هذا من الكليكشن ديال الكريم كما نقولوا ديال الجمعيه يعني ديال الجمعيه هذا ولا هذا هذول كيهلكوا حنا كنجيبوا مقلات مكونه كاين لي قماش كاين لي ماسك كاين لي كريم هذا الزيتون البلدي هذا الزيتون البلدي هذا يعني هذا طبيعي هذا هذه القرعه هذه القرعه شحال دير؟ دير 50 درهم خويا 50 درهم هذاك هذا الكواج الواحد يبدل غير الماء يدير فيه الحامض لا الفلفل ولا اللي بغا يدير فيه يدير تبارك الله مرحبا بكم الله يحفظك الله يحفظك خويا زكي كما نقولوا ديال هاد المنتوجات البلديه تبارك الله الحلفه واه كان هذا السكر هذا نفس الكلام سامو بغا يجي انت ديال تاوريت اخر بالله يعطيك الملك يصاوبو التاوريت هما اللي كيخدموا بحال هذا الشكل هذا هذاك يفوروا به الشيشه يفوروا به الطعام تبارك الله مرحبا بكم عند السي زكي تفوغلت زكريا الحافي خويا الله يحفظك مدة 10 سنين وانا هنايا مرحبا زيد الله يسخر الله يسخر الله يعاونك النمره ضروري الانواع ديال العسل تبارك الله راه يبيع الببوش مرحبا بكم كاين الهيل تحت خويا انا لتحت هو تبارك الله تبارك الله حنا كندير واحد الجوله هنايا نبارطاجيو معكم الاجواء ديال تافوغالت ولدي الشواء صاحب الشواء ولدي الخبز الدار الطواجن كان اصلاحات هنايا في تافوغالت تبارك الله كما كتشوفوا دعوه مشمشه تبارك الله وتحياتي للناس الجاليه تافوغالت راه تسنى كما وليدي اصحاب الطواجن اصحاب الكفته ندير واحد الجوله خفيفه هنا في تافوغالت نشوفوا الاجواء تبارك الله يمكن في 4 في رمضان ولا 5 في رمضان ما جيت لهنايا نشوفوا الاجواء تبارك الله ديال تافوغالت راه كتحسن كاين تحسن وليدي الدعوه كي دايره تافوغالت وليدي